لمزيد من المعلومات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ينضم إلينا السيد شيرلينغ المحلل الخاص بقناتنا. أهلا بك أستاذ شير. فكيف ترى العوامل الأساسية التي تؤثر مباشرة على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ نعم، توجد بعض العوامل تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. أولا استطلاع الرأي. استطلاع الرأي المتخصص أدق بكثير من نتائج تصويت على شبكة الإنترنت ويظهر العديد من الاستطلاعات الرأي في الوقت الحالي أن المرشح الديمقراطي هيلاري متقدمة على منافسه أو مرشح الجمهوري ترامب، لكن تفوقها أصبح أقل بكثير عما كان عليه في قبل أسابيع، ويوجد أمل لترامب للحاق بهيلاري حتى تجاوزها. وثانيا ناخبين غير متأكدين. قال تقرير صادر عن بنك HSBC في نهاية أغسطس الماضي أن 16% من ناخبين غير العام الحالي غير متأكدين بمن سوف يصوتون لصالحه، والآن أصبح هذا الرقم 15%، ولكن هذا الرقم ما زال أكثر بكثير عما كان عليه قبل 4 سنوات، وكان رقم في عام 2012 9% فقط. 15% من الناخبين غير متأكدين كافية لترامب لتحقيق المعاكسة. وإضافة إلى ذلك، حسب إحصاءات تاريخية، إن معظم الناخبين غير متأكدين صوتوا لصالح الحزب الجمهوري في نهاية المطاف، وهذا الخبر أو هذه النتيجة لصالح ترامب. ثالثا، ولايات غير متأكدة. انتخابات رئاسية أمريكية تطبق نظام مجمع الانتخابي، ولمرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوت مجمع الانتخابي يمكن أن ينتخب رئيسا في الولايات المتحدة. والآن الولايات الرئيسية غير متأكدة هي فلوريدا وبنسلفانيا وأوهايو وكارولينا الشمالية، ولها 82 صوت مجمع الانتخابي. الآن لا يوجد أي مرشح من المرشحين يحصل على تفوق كاسح في أصوات مجمع الانتخابي. يعني حتى الآن نتيجة الانتخابات الرئاسية في أمريكا غير يعني ممكن يعني توقع. نعم. فكيف تكشف هذه الانتخابات الانفصال أو الخلافات بين يعني بين الشعب الأمريكي أو في المجتمع الأمريكي؟ نعم. نعم، هذا سؤال جيد. الانفصال أو الخلاف يتمثل أولا في التطرف أو التقطب أو تطرف الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ففي حملة الانتخابية كان حزب الديمقراطي يميل إلى اليسار جميعا ليصبح أكثر حزب ديمقراطي حرارة في التاريخ الأمريكي، بينما ترامب خالف السياسات الرئيسية والتقليدية لحزب الجمهوري، وكان المستوى القاعدي لحزب الجمهوري يميل إلى اليمين خلافا عن آراء تقليدية لهذا الحزب. هذا هو الانفصال داخل حزبين ديمقراطي وجمهوري. بينما كان الانفصال بين أبناء الشعب الأمريكي أكثر مقلق أكثر. ففي انتخابات الرئاسية السابقة، مهما كانت شدة المنافسة بين مرشحين، طالما صدرت نتائج الانتخابات كان الفاشل يهنئ الفائز بشرف، بينما الفائز يعني يرحب به ويصنع جو التضامن. نعم، روتيني. نعم، ولكن هذه المرة من المحتمل أن يستمر الخلاف القائم في أثناء حملة الانتخابية أن يستمر أو يمتد إلى ما بعد الانتخابات. قد صرح ترامب قد سبق لترامب أن قال إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات إلا أن فاز بالانتخابات، وأيضا صرح لمؤيديه أن النظام السياسي الأمريكي بأكمله اختطف والانتخابات زورت.
مما يعمق استياء مؤيديه بالنظام السياسي الحالي. وهذا أول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية الحديثة يصدر فيها مرشح بمثل هذا التصريح العلني. وفي هذا الصدد قال رئيس ولاية كنتاكي مايت بيفن إنه إذا انتخبت هيلاري رئيسة في الولايات المتحدة فيعد إراقة الدماء ضروري لإعادة استيلاء الدولة. هذه التصريحات لترامب ومؤيديه من السهل أن يثير يعني تحركات تصرفات العنف لبعض المؤيدين، وهذا نادر أو مقلق بالنسبة للولايات المتحدة، هذا المجتمع الديمقراطي الناضج. نعم، شكرا جزيلا للوجهة النظر من أستاذ شيلينغ، شكرا جزيلا.